على التليفون دكتور محمد عز العرب. اهلا بيك دكتور محمد. اهلا يا استاذ محمد، تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. الله يخليك يا حبيبي. نخرج بايه من ازمه كورونا على المستوى الصحي والبحث العلمي اللي مفروض الحكومه تحطه على راس اجندتها وتاخد خطوات فعليه؟ شوف حضرتك، احنا بنقول دايما ان عهد ما بعد كورونا سيختلف حتما عنه ما كان قبل هذا العهد. ما قبل كورونا شيء وما بعد كورونا شيء تاني، لان انا ما بتكلمش على مصر، في جميع دول العالم يعني حصل مواجهات طبية وصحية، ويمكن حصلت الكثير من النواقص مما يلزم إعادة النظر في كثير من الأمور بشكل مختلف. خلينا أقول لحضرتك، احنا منظومة صحية، لا هو في معاناة، واحنا مش عايزين، دايما بنقول ان لازم الامور تبقى بدرجة من الشفافية ونحن نستفيد. الاستفادة اولا عندنا كوادر طبية ممتازة جدا، عندنا خط الدفاع ضد مواجهة الجائحة اثبت فعاليته بشكل واضح جدا جدا. نبدأ نحط اسس سليمة للتحرك في المنظومة لما بعد كورونا بشكل علمي سليم. احنا بنشوف العالم يا استاذ محمد دلوقتي، يعني في محددات، اذا كنا بنقول المنظومه الصحيه في اربع محددات رئيسيه: البنيه الاساسيه الانفراستراكشر، ودي بتشمل المستشفيات، مراكز الرعايه الصحيه الاوليه، الاجهزه الطبيه. العنصر الثاني هو العنصر البشري اللي هو المان باور، وده بيشمل جميع الفئات بكافه انواعها. العنصر الثالث اللي هو السيستم، اللي هي السياسات الصحيه والشكل اللي هو سواء القوانين اللي بتمشي او الكوردينيتنج سيستم اللي هو النظام الاحاله من مستوى الى اخر في سبيل عدم هدر امكانيات معينه. العنصر الرابع الاساسي اللي هو الكاستمر، اللي هو المواطن، اللي هو المفروض حسب الدستور له الحق في الصحه والحياه. احنا في اعتقادنا يا استاذ محمد، احنا يعني لابد من وضع اسس قويه جدا جدا لمواجهة ما قد ينشأ بعدي. احنا محتاجين حاجات كتير قوي، محتاجين تفعيل مجلس اعلى للصحة ومجلس اعلى للاوبئة. في خطوة جميلة جدا بدأنا فيها من حوالي شهر ونص، الاستعداد لانشاء اللي هو مركز الرصد الوبائي المصري. في عوامل مباشرة كويسة، ولكن احنا محتاجين في تفصيلات معينة لابد ان احنا نسدد العجز الموجود فيها، وتبقى وزارة الصحة المصرية هي وزارة عاملة جذب للأطباء والأطم الطبية بشكل واضح وليست عنصر طرد. طب في المقابل البحث العلمي الطبي، يعني هل ده بيحتاج فلوس كتيرة جدا؟ احنا النهاردة واقفين على مصر يا دكتور محمد. بالظبط، البحث العلمي هو قاطر التقدم في جميع المجالات. اذا كنا بنقول دلوقتي احنا بنتكلم على لو خدنا كورونا كفعلا موضوع محدد، لقينا ان اثر على العالم كله يعني بشكل يعني نقول اكتر من حرب عالميه، كما ممكن تسبب الخسائر البشريه والخسائر الماديه. الامل الوحيد هو فعلا في وجود لقاح، يعني وعايز اقول ان المراكز العلمية البحثية على مستوى العالم بتتنافس من جميع الدول، مش عايز اقول لك امريكا والدول الاوروبية، روسيا، يعني الهند والصين، يعني جميع الدول، وحاطة ميزانيات ضخمة جدا جدا لهذا الموضوع. البحث العلمي لا، هو ده الاساس، البحث العلمي بطريقة صحيحة. واحنا في مصر البحث العلمي عندنا امكانات وقاعدة قوية جدا جدا للبحث العلمي، وعندنا الكم المنشور في دوريات الامباكت فاكتور بيبقى عالي فيها بشكل جميل جدا، ولكن ينقصنا زي ما قلت لحضرتك هو الزام البعض او الزام المجتمع المدني او الزام بعض شركات الادويه بوضع بادجت اكبر، وان انا يكون عندي موازنه في الموازنه العامه للدوله. البحث العلمي اكبر بكثير جدا من الحالي، لكن يعني خلينا اقول ان الكورونا المستجد اوجد الحاجه لتغيير نظم البحث العلمي والتوسع في هذا المجال، ان احنا ان شاء الله نبدا يبنى يعني على ارضيه واسعه في المجال الدولي في هذا المجال. ماذا عن سيطره راس المال غير المصري على المنظومه الطبيه الخاصه في مصر وشراء المعامل والمستشفيات الخاصه؟
والله دي مشكلة كبيرة يا أستاذ محمد. حضرتك يعني الموضوع ده هام جدا، وكان منظمات المجتمع المدني من حوالي أكتر من 3 أو 4 سنين انتبهنا للموضوع ده، وفي شركات بعينها يعني بدأت استحواذ على المستشفيات الهامة بعدد أسرة كبيرة في القطاع الخاص، وكذلك في المعامل ومراكز الأشعة. طبعا هي مشكلة الاحتكار دي مرفوضة في جميع دول العالم. معاك، بس نعمل ايه؟ انت جيت لجأت ورخ وسعرت كوزارة صحة تسعيرة علاج المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات الخاصة، وغالبية المستشفيات رفضت التسعيرة. انت عايز رأيي بيه بصراحة؟ ما احنا على الهوا. طيب، ان انا ابعد الكونفليكت اوف انترست، ان انا ابعد اي تشابك واحد. المصالح. طبعا دي لازم، احنا دلوقتي بنتكلم في قضية وطنية، طبعا بنتكلم بتتكلم في في صحة موضوع 100 مؤقت. مليون. مؤقت جاي. انا عندي المادة 21 قانون طوارئ 2020، ادي المشكلة دي حلها بإيد الدولة، ان انا بحط ايدي، ومش بقول ان انا كمصر هي الدولة الوحيدة اللي طبق، اسبانيا نفس أمريكا الطبقة نفسها قالت ده، هحط إيدي كحكومة فيدرالية على كل بالظبط مستشفيات القطاع الخاص. بالظبط. وفترة مؤقتة، احنا مش بنقول الدول بتاع طبعا. فترة مؤقتة، وفاهم بلزمها. فانا يعني انا بطالب من برنامج حضرتك محترم، يعني ان احنا تفعيل يد الدولة في هذا الامر. انا يعني حضرتك عارف ان كتير جدا ما بلوش اماكن في المستشفيات، ومحتاجين في احنا يعني لازم اعادة النظر في ادارة ملف الازمة بشكل واقعي. في تفصيلات كتير يا استاذ محمد لابد ان يتم علاجها وفورا، ونامل كمواطن مصري تدخل السيد الرئيس. هنقول كل حاجة للسيد نأمل الرئيس. خيرا. وبشكرك دكتور محمد علي عز العرب على هذه المداخلة القيمة.